عبد، لو صح. انت اليوم بجمال معتصم النهار وين كنت صرت هلا؟ هلا انا بدي اقول لك شغله شيرين بالبدايه. اذا اجتمع الجمال والموهبه والذكاء في شخص واحد فلا بد انه يوصل للمراتب العليا. هذا الوقت يمكن شوي مختلف، ما بيهتموا كثير بالموهبه، الجمال هو يعني الاكثر او الاوفر حظا. هلا الجمال عم يلعب دور، الشاشات كلها عم تطلب الشباب الحلوين او الصبايا الحلو او الصبايا الحلو الوش الحلو. صح. بس جاوبني على سؤالي، لو كنت انت اليوم بجمال معتصم النهار ممكن وصل اعلى من اللي موصل له بشوي. حلو. ما صار برايك انه تنعطى ادوار بطوله؟ لهلا ما صار دور بطل مطلق، بس انا يعني بعتبر كل الادوار اللي لعبتها هي ادوار بطوله، ولو هي دور ثاني مو دور اول. النجوم الادوار الاولى هن نجوم معدودين، يعني هن تقريبا 10 12 اسم فنان اسم، هن اللي بيلعبوا دائما الادوار البطوله، هن اللي بيسوقوا العمل على اسمهم. نحن الادوار الثانيه، انا برايي بالفن ما في دور بطل ودور، هي كلها عناصر مكتمله بالعمل. يعني النجم الاول ما بيعمل لحاله مسلسل، يعني في دور ثاني وفي دور ثالث وفي دور رابع، كلياتهم هدول بيجتمعوا بنفس المسلسل فبيعملوا النتيجه. حبيت انك اعترفت انه حتى لو انت صرت بجماله كنت صرت ابعد منه. هلا بجوز انا احسن من احلى منه، عرفتي؟ بجوز احلى منه. هيك حبيبي معتصم انا بحبه كثير ورفيق كثير معتصم، لو ما انه موهوب وذكي ما بيوصل له.